يرجى الانتظار. سيتم تحويل مكالمتك إلى موظف خدمة الزبائن. يرجى الملاحظة بأن سيتم تسجيل المكالمة. أهلا بكم في زين، سمع وياكم، تفضلوا. سمر مرحبا سمر. أهلا وسهلا، تفضل. خاطر الله محمدا انترنت ما عندي، الخاطر الإسلام. نعم. حضرتك مشترك بالإنترنت عفوا؟ مشترك بالإسلام، عندي باقة أسبوعية وكل شيء ما حصلت من عندها. تمام عزيزي، حاليا شكلك على الخط ووضح لك تدلل وما يكون خاطرك إلا طيب. من فضلك عزيزي، شنو الإشارة اللي تظهر لك فوق بالجهاز إذا ممكن؟ جاءت إشارة لي أفتح الخام البيانات، يطلع لي حمام خام بوجهي 3G وانترنت ماكو، بس العلامة تتشرب. ما كنت عليك تجاوز ولا زحمة عليك. أنا ما متجاوز، أنا متجاوز على حقي، أنا ما متجاوز على شاني. إي نعم عزيزي، صادق بكلامك أخوي، لكن ما يحتاج لهذا الكلام من فضلك، حاليا أساعد حضرتك. تدلل وما يكون خاطرك الا طيب. والله العظيم منك، والله اقسم بالله منك، يعني احط في 7000 نار بشرف جسدك بالله، يقبلها الله محمد. انترنت ماكو. نعم. حضرتك وين ساكن؟ وين ساكن؟ بالمهجوم ومحافظه الرمادي، من الله يهجمها ان شاء الله. عفوا بلا زحمه عليك عزيزي، من فضلك بلا زحمه اذا ممكن. بالضبط وصلت لحضرتك؟ يا بنت الحلال الله يرحم والديك. هسه اذا الجهاز ما بيضبط هسه اخذيني على قد عقلك، اعتبريني مهبول ما يخالف مسودن. نعم. اذا الجهاز ما يهم تقول نعم عاد اسمها فوقها. اذا الجهاز ما بيضبط ما تشر لي اشاره مال انترنت، ظاهر عندي اشاره 3G. صحيح. تمام ولا لا؟ نعم. يعني الضبط مضبوط. يظهر عندي. نعم. تليفوني G5. وحاط الشريحه بالاول ومسودن، احتجي يحطوني بالقبر وخلص من الشبكه، اقسم بالله ترى مليت بالقران. نعم. لكن حاليا عزيزي الإطار عندي مستخدم الانترنت، اخر استخدام عندك الساعة اخوي 11:51 دقيقة. يا غيرتك يا الله، بال 11:51 دقيقة احسبي لي الساعة بيش استم، والساعة بالثنتين لربع، بالوحدة لربع العصر. يا عزيزي لأن حضرتك ما فاتح انترنت اخوي عزيزي. والله ما طفيته، والله ما طفيته، الله ايش كبره والاسلام ما طفيته. نعم. صادق بكلامك عزيزي، تدلل وما يكون خاطرك الا طيب. بس انا قاعد داق علي، قال عندي مشكلة. نعم، اي تمام عزيزي تدلل كذا ساعد حضرتك، بعد ما تنهي المكالمة وياي. راح نطفي الجهاز الشغلة. ألو؟ راح تقول نطفي الجهاز الشغلة مو تمام؟ اي نعم عزيزي لان الخط ما بي اي مشكلة. بالطلاق بالثلاثة ومطلقة مرتي بالاربعة وعشرين، خاف بالـ22 قالها فتوى، قسم بالله طفيتها 5 مرات، قسما بالقرآن، قسما بالله. نعم. حاليا شلون تحب اساعد حضرتك اخي؟ دا بلغ حضرتك انه ما عندك اي مشكلة بالخط. ما عندي مشكلة ولا اريد انترنت ثاني، طيبكم 7000 نورمال باقة، انت ما اعطيتوني بلاش ترى. اما خدت عندي 7000 نار بشرف صارت ثلاث ايام مفعله. تمام عزيزي. تمام اخوي، لكن حاليا يظهر عندي ما عندك اي مشكله اخوي بالخط. هاي انت الانترنت شغال عندك ماكو مشكله، الانترنت شغال صحيح، جات عندي علامه 3G. نعم. بس ماكو. نعم. ماكو والله العظيم ماكو، اجيب مصحف احلفك. نعم. على كلام الله ماكو. تمام عزيزي، من فضلك ولا زحمة عليك، متأكد انه هذا تظهر لك الاشارة؟ اقول لك خطوة خطوة على الشيخ عبد القادر، الاشارة عندي 3G فول. والشبكة فول بس انترنت والله ما عندي، عندك فايبر واتساب؟ عندك شبكة عزيزي، اذا ظهر لك 3G تأكد ولا زحمة من الجهاز، لان الخط ما بي اي مشكلة. اقول لك والله 3G، جاي احلف لك على الله وبالعباس ابو فاضل 3G. تمام، حاليا شلون تحب اساعد حضرتك من فضلك؟ شلون تحب تساعديني؟ هاني داق علي جاي اقول لك انترنت ما عندي، هاي المساعدة. اي تمام، العفو دا ابلغ حضرتك عزيزي، الخط ما بي مشكلة، تأكد من جهاز حضرتك من فضلك. عندك شخص اخر يعاني من نفس المشكله قريب على حضرتك؟ والله قبال هي قاعد وياك اقسم لك بالقران. ممكن يتصل بينا من الخط نفسه بلا زحمه عليك حتى نساعده؟ ماشي خليه يتصل بيك، ماكو مشكله. تمام. تدلل وما يكون خاطرك الا طيب. سويتوا لي هذاك الثاني يتصل. العفو من فضلك عزيزي، دا ابلغ حضرتك انه حاليا ماكو مشكله بهذا الخط. اذا عندك اكثر من شخص بيعاني من نفس المشكله خليه يتصل بينا حتى يكون عندنا علم بلا زحمه. ما دام اسمعي، ما دام تقولين ماكو مشكله. نعم. وحلفت لك بالتوراه. نعم. وبالانجيل وقسمت لك بجميع. نعم. مقدسات الارض، انا عندي علامه. نعم. وانترنت ما عندي، يعني ما مصدقه. نعم. تقول خلي الثاني يتصل عينه، بس اقول لك شغله واحده. نعم. حسبي الله ونعم الوكيل، غير هاي ما اقولها. عزيزي من فضلك بلا زحمه عليك، بيظهر عندي ما عندك مشكله اخي بالخط، لو عندك مشكله اقدر اساعدك اخي، لكن ما عندك اي اشكال بالخط. يعني انا جاي اكذب عليك كذا، متصل علي جاي اكذب عليك اخي شاري. ما بلغت حضرتك انه حضرتك تكذب بالكلام عزيزي، دا بلغ حضرتك انه ما عندك مشكله بالخط. والله يا والله يا عمتي العزيزه يا خالتي العزيزه، انا ما اجي دبلوماسي، جاي سياسي مباشر، انترنت ما عندي، عندي علامه ماكو انترنت، اسمه بالحصاد ومن مكسور. رحم الله والديك جزاه الله الخير، اسف من عرض عاجل. نعم. بزت شويه. عزيزي من فضلك ولا زحمه عليك، تاكد من الجهاز من فضلك اذا ممكن، لانه الخط ما بي اي مشكله عزيزي.
والله الجهاز ما بيكون مشكلة، والله العظيم المشكلة عندكم، والله العظيم المشكلة عندكم قسما بالله. أخي ما عندنا مشكلة حاليا بالأنبار، لو عندنا مشكلة أقدر أبلغ حضرتك إنه عندنا مشكلة أخي، لكن حاليا ما عندنا مشكلة بالأنبار من فضلك. جزاك الله خير، ممنون أنا إليك أغاثي، الله ينطيك من حلال إن شاء الله يسع قلبك. أسعدنا تلفالك، شكرا تلفالك، أتمنى لك. والله ما في يوم جميل.